أهلا بكم. يقف خريجو كلية الطب أمام مفترق طرق ومأزق جديد بعد المساعي النيابية لإلغاء التعيين المركزي واعتماد الحاجة الفعلية. تجمعت حشود من خريجي كلية الطب في بغداد والمحافظات رافضين القرار المقترح والمطالبة بتعيينهم وتطبيق بنود القانون الحالي، حيث يرون في هذا القرار تهميش لجهودهم وتضحياتهم على مدى سنوات الدراسة الطويلة. هؤلاء الخريجون لا يطالبون سوى بحقهم المشروع في التعيين وفقا للقانون الذي كان سندهم الوحيد في مسيرتهم التعليمية. وفي ظل هذه الظروف تتعالى الأصوات للمطالبة بالعدول عن هذا القرار والالتزام بتطبيق القانون الذي يضمن لهم فرصة عادلة للعمل والاستقرار الوظيفي، مما يعكس أهمية دعم الكفاءات الوطنية لضمان مستقبل أفضل للقطاع الصحي في العراق. أهلا بكم.